بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا ومن عبادك المسلمين، واجعلنا في هذه الأيام من الفائزين المقبولين، وأعدنا مع هذا الخير والدين والدنيا والآخرة لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا المجلس هو 51 لتداوس سور المفصل، قد انتهينا من جزء عنا، نبدأ اليوم بسورة المرسلات. قبل الاستماع إلى أول آية هذه السورة، سورة مكية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وجاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في ميناء، كان الوقت والله أعلم حار، وكان في وقت الدعوة السرية يبتعدون عن الناس، وميناء بعيدة، وهي ميناء وليست منى، ميناء لكثرة ما يمنى فيها من الدماء في نسك الحج، ولأن أمنية المسلمين أن يشهدوها ويقفوا فيها ويمكثوا فيها. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في ميناء، فنزلت عليه سورة المرسلات، وإنه ليقرأها علينا وإني أتتبع فيها فاء، وهي رطبة من فيه عليه الصلاة والسلام. فبينما نحن إذ رأينا حيا فثرنا إليها حتى غابت عنا، وقال صلى الله عليه وسلم: كفيت شركم وكفيتم شرها. وتسمى بسورة العرف، تسمى بالمرسلات وتسمى بالعرف، لأن الله ذكر اللفظين في أول آية: والمرسلات عرفا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أمي. من أمه؟ أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية العاملية، أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عن الجميع. سمعتني أقرأ هذه السورة والمرسلات عرفا، فبكت وقالت: يا بني، ذكرتني بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة يقرأها في صلاة المغرب، أن يقسمها بين الركعتين، فهي سورة جليلة. وأدركت شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز لا يكاد يتركها في الحج، أما في ليلة 11 أو في ليلة 12 يقرأ المرسلات بصوته علينا إماما في المغرب، يعلمنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذراً أو نذراً. نعم، ابتدأ الله جل وعلا بالبسملة، وهي آية مستقلة في مفتتح سور القرآن ما عدا براءة. والمرسلات يقسم سبحانه بما شاء أن يقسم المخلوقات. والمرسلات ها هنا هي الرياح التي يرسلها الله جل وعلا، وقيل المرسلات كل ما أرسله الله من الملائكة وما أرسله من جنده عرفاً،
أي تتتابع بعضها إثر بعض تتابعي شعر عرف الفرس الذي في رقبته مصطف بعضها على بعض. والناشرات نشرا، وهذا إقسام بالريح تنشر رحمة الله جل وعلا لما تسوقه من السحاب، وعرفا ونشرا وما ولاء وما بعدها في الآيات كلها على جهة الحال، حالها عرف حالها نشرا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد ينشرها بمن يأمرهم بنشرها. فالفارقات فرقا، تفرق ما أمر الله جل وعلا بفرقه وبتوزيعه في مكانه وفي زمانه وفي حاله وفي عدده وفي قدره. والملقيات تلقي بأمره سبحانه وتعالى، بأمره الكوني وبأمره الشرعي، وهذه هي الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وكان في القرآن المكي وفي المفصل من أقسامه جل وعلا كثيرا متنوعا بهؤلاء الملائكة. والملائكة من الألوكة وهي الرسالة، والملائكة خلق عظيم يحبهم أهل الإيمان، حيث يجتمعون معهم بتوحيد الله وعبوديته والخضوع له وتعظيمه. كما أن الكافرين يحبون الشياطين، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، وتضمن أربعة أمور. الأول إيمان بوجودهم، فليسوا خيالات ولا أشباه كما تدعيه الفلسفة القديمة والحديثة ويقوله الماديون أنها أشباح وخيالات، يزعم النبي أنها تحدث وتأمر وتنهى. ثانيا الإيمان بفضلهم، فإن الله فضلهم وكرمهم، بل عباد مكرمون، وأنزلهم العالم العلوي فهم عمار السماوات. ثالثا الإيمان بعظم خلقهم، وعظم خلقهم في أصله حيث خلقوا من نور، كما جاء في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارد من نار، وخلقت مما ذكر لكم، اللهم صل وسلم. ومن عظم خلقهم كثرتهم، فلا يعلم عددهم إلا الله، فلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. في الحديث حديث الأطيط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يسبح وملك يصلي وملك يسجد. والإيمان أيضا بعظم خلقهم من حيث الكيفية، فهم خلقوا خلقا عظيما بديعا، أقلهم من له جناحان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء. وجبرائيل عليه الصلاة والسلام، بل عليه وعليهم الصلاة والسلام، له 600 جناح، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، كما قال جل وعلا في آية النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني ثانية. رابعا الإيمان بأعمالهم ووظائفهم، فكل الملائكة في عبادة الله لا يفترون، لا ينقطعون، ثم بعد ذلك يتفاوتون فيما أوكل الله إليهم من الوظائف والأعمال. أعلمنا منها في وحيه القرآن شيئا وسكت عن أشياء، وهم جنود ربي يأتمون بأمره وينفذون أمره سبحانه وتعالى. ورؤساؤهم ستة، سيدهم وكبيرهم جبرائيل وهو كبير الملائكة وهو الموكل بالأمر.
بالوحي أيضا. وميكال ويقال ميكائيل الموكل بالقطر ينزله من السماء. وإسرافيل أوكله الله بالنفخ في الصور. وملك الموت أوكله الله بقبض الأرواح. ورضوان كبير خزنة الجنة، ومالك كبير خزنة جهنم. وتحتهم ملائكة الأعوان، وتحت الأعوان أعوان عليهم الصلاة والسلام، منهم ملك الأجنة، منهم ملك الرؤيا أي المنام، منهم حماة العرش، منهم الكروبيون وهم الملائكة المقربون في خلق عظيم نوع الله الإقسام بهم في غير موضع كما سبق في النازعات وفي غيرهم. عذرا أو نذرا أرسلهم الله جل وعلا بوحيه وبآياته وبقوارعه إعذارا وإنذارا. عذرا للمؤمنين ونذرا للمؤمنين وغيرهم. هؤلاء فيما جاءوا به من وحي الله وما أنزلهم الله به من بأسه وعذابه ومن رحمته وفضله، عذرا أو نذرا. فإذا نعم إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. نعم إنما توعدون، والآية عامة هي لأهل النذارة، إن لم يؤمنوا توعدهم الله بأنواع الوعيد في الدنيا في البرزخ وفي الآخرة. إنما توعدون لواقع، ويوعده أهل الإيمان من الرحمات والنصر في الدنيا النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من ظن أن الله لا ينصر عباده وأن الله يخذلهم ويديل عليهم إدالة مضمحلة فإن هذا قد ساء بالله ظنه. حتى لو تتابعت الكروب، لو تتابعت وتعاظمت ثم ظن هذا الظن بالله فقد ساء بالله ظنه. ولهذا يقول العلماء ومن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مضمحلة يضمحل معها الحق فقد ساء بالله عز وجل ظنه. ولهذا فتش نفسك، هل أنت سالم من ذلك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجين. إنما توعدون لواقع، ومما وعد الله المؤمنين أن يرحمهم، ووعد الله المخلصين أن يدخلهم جنانا، فهذا واقع، وهذه فيها تضمين لوقوع الحشر وما فيه من العذاب والنعيم، النعيم لأهله والعذاب لمستحقيه، عدلا منه سبحانه في هؤلاء وفضلا منه جل وعلا في أولئك المؤمنين. فإذا النجوم طمست، انخسفت وذهب ضوءها وتناثرت كما سبق في آية الانقطاع، يعني يوم القيامة انطمست النجوم وذهبت. وإذا السماء فرجت أي تشققت وانفطرت، وفتحت أبواب هذه المخلوقات العظيمة تتغير هذا التغير لذلك اليوم المهيب العصيب يوم القيامة. وإذا الجبال العظيمة التي لا تستطيعون لها تحويلا وشغدت نسفت، ما غدت شيء، كالعهن المنفوش
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تسير وهي تمر مر السحاب وإذا الجبال سيرت. سبحان الله العظيم، هذه آيات عظيمة كونية يغيرها الله لذلك اليوم انتهاء للدنيا وإقبالا للدار الآخرة التي هي الحيوان الحياة الكاملة الأبدية السرمدية. وإذا الرسل أوقتت، الرسل عليهم الصلاة والسلام تشمل رسل البشر وليس رسل من المكلفين إلا من بني آدم، وليس رسل إلا من الرجال، فليس في النساء رسل. وما جاء من وحي الله لبعض النساء لمريم وقبلها لأم موسى هذا من باب الإلهام، كما أوحى ربي جل وعلا إلى النحل ألهمها. أما الذين بعثوا فهم رجال من بني آدم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه في آية النحل، في الأنبياء في أولها وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، في الآيتين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والجن ليس منهم رسل على الصحيح في قول عامة السلف إلا ما أثر عن عكرمة، عن استغفر الله عن الضحاك بن مزاح. والصحيح أن الجن منهم نذر كما قال جل وعلا في خبرهم في آية الأحقاف، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ويشمل الرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام ومن غيرهم مما لا نعلمهم. أوقتت أي أجلت ليوم محدد جعله الله فيصلا بينهم وبين مخالفيهم وأعدائهم ومبغضيهم. الملائكة لهم مبغضون، من يبغض الملائكة من نجسة البشر؟ اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة الرسل. ويبغض بعض الملائكة الروافض، ومبغضوهم ليسوا بالقليلين، منكر وجودهم تضمن إنكارهم لهم بغضهم وكرههم. يحب الملائكة المؤمنون الموحدون، اجتمعوا على عقيدة واحدة وهي توحيد الله وعبادته وتعظيمه سبحانه وتعالى. لأي يوم أجلت؟ هذا استفهام للتقرير والتقريع. أجلت يوم القيامة، سماه الله ليوم الفصل، ويوم الفصل يفصل الله بين الخلائق، يفصل الله بينهم فيما يتعلق بحقه ويتعلق بحقوقه، وهو يوم الدين، يوم الإدانة. يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان. وما أدراك ما يوم الفصل، وتأتي هذه كثيرا في القرآن على جهة التفخيم. فالسؤال ليس للاستفهام هنا الاستخبار، وإنما الاستفهام للتفخيم والتعظيم والتهويل. وما أدراك ما يوم الفصل، مثل ما في الآية الأخرى وما أدراك ما يوم الدين، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. وهكذا في القرآن هذا متكرر مثاني كما ذكرها الله جل وعلا في آية سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. نعم. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. هذه السورة كرر الله في فواصلها هذه الآية، ويل يومئذ للمكذبين، كما كرر في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويل وهي كلمة وعيد تدل على جهنم، وتدل على شيء خاص فيها وهو واد سحيق من أوديتها، قيل اسمه ويل وقيل غي،
مما ذكروا فيه أنه لو سيرت فيه الجبال جبال الدنيا لذابت من شدة حره ومن بعد قعره. ويل يومئذ، يومئذ إشارة إلى يوم الفصل، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة للمكذبين. من المكذبون؟ المكذبون على مراتب، أعظمهم الملاحدة الذين كذبوا بالدين كله ومن الدين البعث. فلا عبودية ولا رب، وإنما خلقتهم بزعمهم الطبيعة، الدهر يحييهم ويميتهم. يليهم من آمنوا بربوبية الله وكذبوا رسله عليهم الصلاة والسلام، وكذبوا بيوم القيامة، أنكروا البعث، وهذا كان دارجا مشتهرا عند العرب. وتأملوا في القرآن المكي، دار على أصول أعظمها على عقيدتين: عقيدة إفراد الله بالعبودية دون ما شريك، وعقيدة ماذا؟ البعث. فأعاد الله فيه وأبدى، حتى قالت الفلاسفة: لم يأتي بمعاد الأبدان إلا محمد بن عبد الله، لأنه الحاشر يحشر الناس على قدمه، والعاقب ليس بعده نبي، والنبي الخاتم. فأبان يوم القيامة إبانة عظيمة كأنكم تشاهدونها من هذا الوصف الذي جاء به في وحي الله جل وعلا. نوع ثالث ومرتبة ثالثة من المكذبين بالبعث: الفلاسفة المسلمون. للأسف يشاد بهم أبو نصر الفارابي، أبو علي الحسين بن سينا الرئيس، الكندي وأضرابهم يقادون عند الناس برسانين. هؤلاء منكرة للبعث، قالوا بأن البعث للأرواح لا للأبدان، ليوافقوا بين الشريعة وبين الفلسفة اليونانية القديمة والإغريقية القديمة. أولئك أنكروا البعث كله. هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام قالوا بأن البعث للأرواح دون الأبدان، الأبدان تفنى. هذا إنكار للبعث. مرتبة رابعة من المكذبين بالبعث كما هو عند الجهمية والمعتزلة، فإنهم كفروا وكذبوا بمراحل تكون في البعث. أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وشابههم من شابههم من عقلاني هذا الزمان. لفتحنا القبر ما عينا لا عذاب ولا نعيم، وكان هذا مدعاة لإنكارهم للبعث. أنكروا الميزان، أنكروا الصراط، أنكروا الأحواض، أنكروا الشفاعات. فهؤلاء لهم نصيب من هذا التكذيب. من التكذيب مرتبة خامسة في من أنكروا ما يكون في القيامة، كمن أنكر رؤية الله في الآخرة، وهذا دارج عند الإباضية والزيدية والإمامية تأسيا واقتداء بالمعتزلة. وكذلك من أنكر الميزان قال: لا يحتاج للميزان إلا الفوال والبقال، تعالى ربي عن قوله. من كذب بشيء مما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن أو في السنة الصحيحة من أمر البعث في تفاصيله وأجزائه له نصيب من هذا الوعيد. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين؟ استفهام تقرير. أين القرون الماضية التي مضت وهلكت؟ أهلكها ربي لما كذبت وعاندت وجحدت وردت على رسل الله دعواته. أين الأمم البائدة؟ أين قوم نوح ومن بعدهم من قوم عاد وهود وصالح وشعيب؟ أهلكهم ربي، أماتهم، أفناهم. ألم نهلك الأولين ثم إيش؟ نتبعهم الآخرين. من الآخرين؟ من الآخرون؟ من جاءوا بعدهم.
ومنهم المعاصرون الذين نزل عليهم الوحي، ومنهم من يأتون. ولهذا قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ لأن قوم فرعون جاءوا بعد الأمم البائدة الهالكة، متبعهم أتبع الله بالهلاك الآخرين الأولين بجامع التكذيب ورد الرسل على الرسل دعواتهم وعدم الإيمان بربه. كذلك نفعل بالمجرمين، هذا وعيد الله ونذارته، أن المجرم يفعل الله عز وجل به هذا العذاب والإهلاك، لكن بعدما يعذر منه فيرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب يخوفهم. ولهذا ما من أمة من الأمم إلا لها نبي، وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، ولقد بعثنا في إيش كل أمة رسولا. بعض الأمم لا نعرف من رسلهم، ولا يعني ذلك أنه ليس لهم رسول. أيعقل أمة كأمة الفرس ليس لها رسول؟ أيعقل أمة عظيمة كأمة الصين ومن وراءها ليس لهم رسول؟ لا يعقل. لكن عدم علمنا بأسماء رسلهم ومن بعثوا إليهم لا يعني ذلك أننا ننكر أن يكون لهم رسول، لأن سنة الله الشرعية أن جعل المرسلين حجة بينه وبين العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويل يومئذ للمكذبين، يعيدها سبحانه فصلا بين هذه الآلات والآيات والآلاء الشرعية والكونية التي يخوف بها عباده ويوعدهم ويتوعدهم بها. أما أهل الإيمان تستكين قلوبهم وتخضع، تقر لله بالوحدانية في ربوبيته في أسمائه وصفاته، وتحتم عليهم ذلك إيمانهم بعبوديته وحده دون ما شريك. وهذا من التنويع في القرآن والمثاني والأزواج في ذكر الخير والشر، وتنويع الوعد والوعيد والنذارة والإعذار. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل وعلا أن نكون وإياكم من أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته، أهله الذين اعتنوا به واهتدوا به، فوفقهم الله بهذا القرآن وهداهم ورفعهم، ولم يكن القرآن عليهم شهيدا يزخهم على أقفائهم في النار. نستجير بالله من ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. هل يأتي الناس يوم يقبل الله منكم صالح الأعمال؟ يجوز، نعم يجوز أن تقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، فإن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالح. الله ما يقبل العمل الخبيث ولا العمل الطالح. ففيها دعاء بأمرين: أن يجعل الله عملكم صالحا، ثانيا أن يتقبله الله منكم. ما ذكر عن بعض أخواننا من المشايخ في هذا اجتهاد، وما كل مجتهد مصيب، فلله لا فلله لا بل ربنا لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، والعمل غير الصالح لا يقبله الله عز وجل، والله أعلم. هذه الأحياء صحيح الله يحفظكم الأخوان الحاضرين بعد رمضان. اي نصيحتك. الله يرحم حالنا، ولو حسينا بأنفسنا بالنقص، هذا من ردات أنفسنا يا أخوان، من ضعفنا وكسلنا ومللنا. ولهذا يجاهد المؤمن نفسه، يتبع الحسنة بمثلها والطاعة بمثلها. وربي رحيم وربي لطيف وربي حكيم، ما جعل الدهر كله صياما ولا الدهر كله صلاة، انتهى موسم طيب وجاء آخر. ترى بدخول شوال دخلت عليكم أشهر الحج،
ينوع الله عز وجل في مواسم الخيرات على عباده تترى، لا ينقضي موسم إلا ليعقبه آخر مرة بعد الأخرى، حتى ما نمل ونجتهد ونسعى والموت بخطم علينا، لكن السعيد والموفق من استجمع صالحات قبل موته يسعد بها يوم لقاء ربه. الله يوفقنا وإياكم المسلمين لذلك. نعم. أي يسأل عن ترتيل التكبيرات، تكبيرات العيد وتكبيرات الصلاة، أي والدعاء وغيره، الأمر فيها ساعة جائز ولا إشكال فيه، والذكر بعد الصلاة الأولى ألا يطربه وإنما يأتي به على تلقائيته، والأمر في هذا متسع والحمد لله والله أعلم. سم تفسير القرآن الصوتي شكله واحد مش معه يسمعه سمع. ها فهمت. عاوز أخذ تفسير ولا يقول في الشغل ولا في العربية يسمعه. يقول أنا عندي عمل ولا وأنا أمشي إذا حبيت أسمع تفسير مذاع أو بصوت العلماء القرآن، هذا كثير الحمد لله، والغالب أن الذي يعمل ويستمع مثل من مجالس العلم ومنها تفسير القرآن وبيانه استيعابه محدود، لأنه منشغل بماذا؟ بعمله ذهنيا أو بدنيا أو حاليا، لكن إذا كرره رسخت عنده من معانيه ما ترسخ بحسب ذلك، وإلا يهتم المسلم للقرآن بأن يفرغ له قلبه واهتمامه وهمته. والحمد لله التسجيلات الصوتية للقرآن كثيرة، منها الشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين تفسير لأغلب القرآن، كذلك لشيخنا الشيخ ابن باز تعليقات على جل مواضع القرآن، أنهينا في العشر الأواخر تعليقات شيخنا على التفسير، وستظهر إن شاء الله في 13 مجلدة، وغيره من أهل العلم لهم فيها تفيؤ ولهم فيها اعتبار واعتماد، وإذاعة القرآن فيها من ذلك خير، تتكلم على القرآن في أحكامه في دلائله في قصصه في دلائل الإيمان والعقيدة منه، كل هذا من تفيؤ كلام الله سبحانه وتعالى. سم أحسن الله عليك. أحد الأشخاص سافر من بلد لبلد، البلد اللي هو فيه لم يكونوا صائمين، لما جاء في السعودية كانوا صائمين. نعم. هل يقضي أم يسأل مجذوب عن من صام في بلد ثم أتى إلى بلد تغاير معه في بدء الصوم، أما في يوم العيد فالمسلمون هذه السنة اتفقوا على يوم العيد في يوم الأربعاء، فهذا الذي جاء من بلد تأخروا أو تقدموا، فإن وافق بلدا فصاموا 29 يوما كونهم تأخروا في أول صيامهم عن هؤلاء، فصيامهم صحيح ويعيد معهم، فإن كانوا صاموا 30 كما هو الأكثر فيعيد معهم أيضا، أما إذا جاء من بلد وقد هفى الشهر فصام معهم 28 يوما يعيد معهم في يوم العيد، وبعد العيد يقضي يوما يكمل به الشهر، فإنه جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، عيد الفطر رمضان والأضحى لا ينقصان، أي في الثواب، في الثواب وفي الأجر، وإن نقصا في العدد، لأن الشهر في ديننا لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما، والمسلمون والحمد لله يصومون لرؤية الهلال، يفطرون لرؤيته، لا للحساب المحض ولا للحساب الفاطمي كما عند الإسماعيلية، يخالفون المسلمين في بدء الصيام ويخالفونهم أيضا في إفطارهم، ولكن
شأن أهل البدع عموما المخالفة والمصادمة والمنازعة، ليستبين الحق تتضح السنة ويعمل بها المسلمون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.